الضوء يدوش بالبيدون. طالب الماء، عدنا نجي 30 سنة ونحن نطالبوا بالماء. أنا واحد من الناس عدنا ثم عبيد توفت وهم يطلبوا في مال اللي توفى. عدنا ورقة تثبت الشيء هذايا اللي هما مراي أولاد علي الأول وأولاد علي الثانيين والبياضة. هذونا يطالبين الماء، الماء نشربوا فيه توا حاليا اللي هو نتاع اللي نتاع الفلاحة غير صالح للشراب ونشربوا فيه الماء. أنا مانيشني طالب حتى شيء، طالب للماء. نحب نشرب، نحب تعديل الماء، نحب نعمل شاص في الدار، نحب نعمل حشيك تواليت، نحب ندخل الدوش، نحب ندوش، نحب نشرب ماء نظيف، ماء نظيف، مش نشرب في ماء غير صالح للشراب بالرسمي. نهزك راني بدون أبيض تلقيه أصفر أكحل بالماء. مش 100 متر وهاي قريبة، حاطين هما 7 كيلومتر وهي هاي 200 متر يوصل لي الماء، الماء من هنا يمشي لصفاقس كمعتمدية لهنا يمشي. عندنا 7 سناتيج يمشوا من هنا لصفاقس. انا راني ماشي ضد صفاقس ولا قلت ما تشربش الماء، بطبيعتها تحتاج الماء يلزمها تشرب الماء. اما جزي ولاد منطقه في الماء في ماها في شرابها خليها تشرب، خليها تشرب. العباد هنا راهي عطشت، راهي العباد طالبه ماء. راني ماشي طالب حتى شيء، لا طالب ما شغل، لا هاني بطال. 100 متر 100 متر تفرج 100 متر تصوري 100 متر الدار بعيده ما فيهاش ماء وماشي 400 و500 كيلومتر. علاش؟ تمنى مواطنين ولا كان ننتو هنا ننزل نشوف في الفلاحه نشوف في الزيتون نشوف في كل شيء نشوف في العلوش نشوف في كل شيء وما كان الفقر وما كان الهم منيش ما يتلفتوش لينا بالنظر ما يرجعوش لينا خلاص. الماء هنا نحن ما عندناش ما صالح للشراب. الماء الماء الخارج ينبع من ارضنا ماشي للناس مستنفع به واحنا اهالي المنطقه كل مش مستنفعين حتى بشيء. نشربوا ماء الخزينه ذا ماء اصفر ما يتشربش، ماء نتاع سقي مش صالح للشراب من اصل. هذه احتجاج مطالبنا كل مطالب مشروع الخزانه ذا نعطي فيه الماء باش يشربوا منه العباد ويستعملوه في الطواليت ويدوشوا منه كذا على جال التداعيات نتاع الكورونا ذي. وتعرف الماء معنا حاجه ضروريه معنا في اساس الحياه. تجي الناس بهيمها تو زيد شويه تو تشوف كراريت وبايم وكل تعبي في الماء ويهزوا يستعملوا فيه للطياب وللشراب وللغسيل واللي هو مش صالح للشراب من اصل. والماء اللي صالح للشراب معنا ومهيئ ومراقب وكذا ماشي لبلايص اخرى واهالي المنطقه مش مستنفعين به. الضوء يدوش بالبيدون.